انتي لو مو عاطيتيهم وش ما كانوا مزحوا معك هيك؟ وضح، هدول رفقاتي من 3 سنين وانا عاطيتهم وش من 3 سنين وبيمزحوا معي من 3 سنين. شو اللي سجد هلا؟ ليش عم تكره يحكوا معي او يمزحوا معي؟ اختي انا هيك انا بدي اياكي الي وبس. لا، حسيت حالي شي قالب كيك ويلا من ياخذ الحصه الاكبر. مو هيك قصدي، بس ما بدي حدا يطلع فيكي تطليعة غلط او يحلم فيكي. انت شو عرفك انه ممكن ما يكونوا عم يحلموا فيكي بالليل؟ لا، انت جنيت رسمي. بقترح عليك بهيك حالي تحبسني بالبيت، لا حدا بيشوفني ولا حدا بيسمع صوتي. لا، قولي بالك، مو هيك قصدي انا. لكان شو؟ ما بعرف. ليك وضح، يا بتبطل هالغيرة القاتلة اللي عندك، يا اما لي تصرف تاني. تصرف تاني؟ شو يعني تصرف تاني؟ انا رح اعطيك فرصة شهر، وبهذا الشهر رح اتقصد اني اختبرك وشوف ردة فعلك. وبعد هذا الشهر يا بتشيل هالافكار السوداء من راسك وبتتصرف معي بشكل طبيعي، يا اما انا رح اتصرف تصرف لا بيناسبني ولا بيناسبك. شو هو؟ الانفصال. بدك تتركيني؟ لا هذا الشيء اصعب علي من الموت، بس كمان هي العيشه تبع النكات كثير صعبه، بالدوام، بالجامعه، على الفيسبوك، على التليفونات، بالمشاوير. هذا كابوس صار يقرقني وانت لازم تلاقي حل. انا بعرف اذا الاثنين بيحبوا بعض الضحكه ما بتفارق وشهم والدنيا ما بتسعن من السعادة، بس نحن بالعكس دايماً مكشرين. نقاشاتنا على طول نكاد، على طول صريخ، على طول حراد. أنا داخلي ما قدرت أتحمل هذا الشيء. عم بيأثر على دراستي وعلى دراستك، وأنت عم بتأخر مشروع ارتباطنا. احكي. شو بدي أحكي يعني؟ لا تحكي شيء، بس جاوبني على اللي اقترحته. يعني انت بدك ياني بطل حبك وعم تقولي لي اعطي رايي؟ يا حبيبي انا ما عم اقول لك تبطل تحبني، انا عم اقول لك تبطل تشك وتغار علي وساق اني بحبك كثير. ماشي، رح حاول. فكر كثير منيح، وانا لازم امشي هلا لاني تاخرت على البيت. شوفي بابا، لأنا بدي أحكي معك بموضوع. خير بابا؟ هلأ خليها تأكل بعدين بتحكي معها. طيب يا ستي أمرك. خلص بابا، خلصي أكل وبعدين بنحكي. يعني الموضوع كتير خطير؟ لك يا بابا لا خطير ولا شيء، بس بابا إذا أنت ما بدك تحكي مشان أنا أعرف كيف في أكل، أنا هلأ ما رح أقدر أحط ولا لقمة بتمي قبل ما تحكي لي. شوفي بابا، عمتك اتصلت فيي اليوم وبدها منك طلب شوي صعب. شو هو؟ طلبت مني اتركك عندها الفترة لبين ما تفك الجبيرة عن ايدها، لحتى تساعديها بشغل البيت، ما عم تقدر تشتغل شي لحالها. ايه بس انا عندي دراسة. مو بس دراستك ماما، مو بس دراستك، معقول تنامي عندهم وفي بالبيت شاب؟ سمر، اتركيها هي تقرر. ايوه والله، واجيتي على رجليكي ما رح روح على هالفرصة من ايدي. بابا. ايه بابا. شبكي وين شردتي؟ لا ما شردت، بس هيك كنت عم دور القصة براسي. شو قررتي؟ انا موافقة. ودراستك؟ هلأ كنتي عم تقولي عندك دراسة؟ بفضولي غرفة نضال، باخد كتبي وتيابي وبدرس فيها وباخد راحتي فيها، يعني بعدين عمتي أمل غالية علي كتير. والله يا ماما غالية علينا كلها ياتا، بس أمي لا بقى تقولي لي بس وما بس، يعني هنن كم يوم بعتبرهم تغيير جو، وأنا ولا مرة نمت عند عمتي. مبلا، لما كنتوا صغار كنتوا تناموا عندها خميس وجمعة.
وعلى سيرة الخميس والجمعة، يا أما أنتوا بتطلعوا لعندي خميس وجمعة، يا أما أنا بجي لعندكم. لا حبيبتي نحن بنجي، يعني أنا كمان بدي أتسلى يعني. بس ولا كلمة أنت. طيب بابا، معناها هلا أنت اتصلي فيها وخبري يعني. طيب دايما شبكي ما أكلتي؟ شبعت. كلوا أنتوا صحتين. لك شو أنت جنيتي؟ أنت مستوعبة إنه رايحة على بيته لنضال؟ إيه مستوعبة حبيبي. مستوعبة إنه رايحة لعن نضال لعيونه فيكي وبحبك؟ شو المشكلة؟ إذا أنا بحبك إلك ما بحبه إله. يا الله لسه بتقلي شو المشكلة، لك المشكلة إنه بدكم تقعدوا حد بعض ويصير يتطلع فيكي هاي التطليعة الشهوانية تبعه. وضح؟ عود. عم قلك اقعد. قرب بدي أشوف وشك منيح. اسمعني أنت، كأنك نسيت نحن شو اتفقنا اليوم. نسيت من الظهر لهلأ أنك أنت وعدتني تغير تعاملك معي وتخفف منسوب الغيرة بدمك وبراسك. إذا نجحت بهذا الاختبار وأثبتت لي أنك رح ترجع تتعامل معي بشكل طبيعي، رح خليك ترجع تخطبني من أهلي بعد ما أرجع من بيت عمتي. أما إذا لا، فأنا مضطرة أسفة إلك أني رح أقبل بأي حدا رح يتقدم لي. الله، مين يعني سيد نضال؟ بغض النظر. ليكي أنا ما فيني أتحمل تقعدي أسبوعين أو حتى ساعتين مع هذا اللي اسمه نضال. ليك وضح. نضال هو ابن عمتي. يعني أنا خلقت ووعيت وشفت هذا الشخص قدامي يلي اسمه نضال، بفرحي بحزني بيأسي بكل شيء بخصني هو رح يكون موجود قدامي، قبلك وبوجودك وبعدك هو موجود ومفروض بحياتي. لهيك بدك تتحمل. شو قلت؟ رح حاول. أنا بتمنى أنك تنجح بهاي المحاولة، لأنه نجاحك فيها هو نجاح لحبنا، أو بالأحرى إنقاذ له. طيب ماشي. بحبك. وأنا بحبك.